قبل ما نبداو هادشي كامل، سؤال اللي كيهبط، علاش ما جبتيش سهيل فيتنس برغم انك عندك معاه بروبليم؟ ولكن ما خاصكش تاخذو بيرسونيل، حتى شي واحد ممكن له ينكر الدور ديال سهيل فيتنس في الفيتنس في المغرب، شكون يبدا الكونتوني؟ دونك هادي كانت نقطه ديال الضعف ديالك، كان عليك تستحضر صراحه، حيت كان يعطيك واحد ليماج الدوكيومونطير في شكل من الاوائل اللي بداو فيتنس والكونتوني ديال الفيتنس في المغرب ما كاينش ما بلاش. فهمتي انا عندي معاه مشكل واخا، ولكن فهمتي داكشي قديم داكشي داز، غادي نتصالحوا ونديروا وي هاب وي بوش ايش اذر. هذه هي المايند سيت. عرفتوا الجائزه الداري باش ربحتها؟ اقسم بالله تربحتها غير بالتليفون، مصور غير بالتليفون، ولكن جميع المعايير مطبقين. عرفتوا الجائزه الداري باش ربحتها؟ اقسم بالله تربحتها غير بالتليفون، مصور غير بالتليفون، ولكن جميع المعايير مطبقين. دونك الحوايج الخايبين كثيرين. دونك باش تقول فيلم وثائقي، فيلم وثائقي استطاب فيلم خصو يكون بجميع المعايير ديالو، سينو غادي نسميوه فلوغ. يعني لا دوراسيون ديال الفيديو ما تتعنيش الكاليتي ديال الدوكيومونتير. دونك هو لعب على الدوري، ولكن ما لعبش على المحتوى، خصو يكون واعر كيف الدوري. وشوف الدراري، انا ما بغيتش نهبط من هبات ولا من الخدمه، انا عارف هذا الشيء فيه تماره وصعيب بزاف باش تصايب فيلم وثائقي، تيكون فيلم وثائقي صعب ما انك تصايب فيلم. زاكستر فيلم الوثائقي ديال السعب ديال هبات كله، واشنو كيقول؟ قال لي كيقول 20 مليون تخسرات باش نسمعوا الخبير، جاب الله ما تقادات لي الكونيكسيون، ساعتين وصرف ديسك ام كلثوم هذا. كاين اللي كيقول ناكل العريسه وما نتفرجش في هذا المبدل اللي بهدلاتو شاكيرا ديال العبار. المهم الصراحه اصدقاء هادشي ما عندوش شي علاقه بواش بهدلاتو بنت ولا زعراء ولا شي حاجه، ولكن خاصك تنتقد الا تنتقد الدوكيومونتير تنتقدو بلوجيك، واش يستحق كاع هاد الادفرتايزين كامله او لا؟ بحكم انني عندي خبره في هذا المجال هذا، والدليل مباراة الفيلم الوثائقي القصير حول مدينة سلا 2020. هذه واحد الجائزة بديت لهم الجراند بري، باش تعرفوا واحد الحاجة، أنني ما تنديرش رياكسيونات ولا جي غير ننتقد عبد الله هبات. الماتيريال ديالي كامل كاين، عندي كل شيء، عندي المعدات، عندي الدرونات، عندي كل شيء، وأنني واحد، واليوم غادي نكون واحد كناقد لهذا الفيلم الوثائقي. باش تعرفوا واحد الحاجة، الناقد هو واحد الشخص اللي يمكن له يميز أو لا يحكم من الجيد من الرديء. دونك اليوم غادي نشوفوا الدوكيومونتير واش بصح محترم المعايير ديال الدوكيومونتير او لا، بحكم انني قارئ الاخراج، دونك غادي نعرف المستوى ديال الدوكيومونتير واش جيد او لا رديء. دونك كيف قلت لكم باش تعرفوا الناقد هو داك الشخص تيكون خبير في واحد المجال معين، بحكم انه يمكن له يقيم اي عمل في المجال ديالو. دونك انا يمكن لي دابا عندي الحق. دونك اول حاجه نبداو بها هي المعايير، وغادي نشوفوها ومن بعد غادي نشوف واحد شويه ديال الدوكيومونتير منه نعطيو الراي ديالنا. دونك من المعايير ديال الفيلم الوثائقي خاص يكون كيعتمد عليه حياديه وتقديم الحقائق مباشره. ثاني حاجه المعالجه الخلاقه للواقع، انه يحط داكشي واقع، هادشي هذا كامل محترم. ثالث حاجه الفيلم الوثائقي كيفاش خاصو يكون؟ خاصو يكون واحد العمل اللي هو واقعي، كيحتاج للجديه والاثار. دونك خاص يكونوا بزاف ديال الاحداث، ماشي تجيب الامهات والدراري اللي مدوزين الفيتنس وتبين غير هادشي هذا. دونك خاص بزاف ديال الحاجات. دابا نشوفوا المراحل ديال صناعه الفيلم الوثائقي. مرحله اختيار الموضوع كاينه في الدوكيومونتير، دور المخرج والمعد، الهدف من ذاك الفيلم الوثائقي، اهميه الموضوع والجانب اللافت، شي حاجه تشوفها واو، اللي ما كاينش واحد الواو فاكتور في الدوكيومونتير دابات. رابع حاجه هي الجمهور، الجمهور حتى هو خصو يكون داخل في الفيلم الوثائقي، وهادشي ما داروش. مرحله ديال بناء السيناريو، هاد المرحله هادي ضعيفه بزاف في الفيلم الوثائقي ديال هبات، خصو يحط واحد القائمه ديال الخطوط العريضه في هذاك العمل او الفيلم الوثائقي. كاينين معلومات في الدوكيومونتير ولكن ما كايناش ماده مصوره، ما بينش لينا اوسيكو كيفيد كيفاش تعالج دوك المعلومات. وندوزو دابا لرابع حاجه اللي هي مرحله ديال التخطيط، الشكل ديال العمل كيفاش غادي يكون العمل، التجهيزات تاهما، واللوكيشن البلايص اللي تصور فيهم داك الدوكيومونتير. كما كنشوفوا لعبنا على لوكيشن وحده اللي هي لاصال، وثاني لوكيشن اللي هي بازيك. حتى الاشخاص اللي كاينين في الدوكيومونتير، الجرافيك حتى هو، الموسيقى مزيانه، الموسيقى كاين واحد الحوايج زوينين كاين واحد الحوايج خايبين. دونك الحوايج الخايبين كثيرين. دونك باش تقول فيلم وثائقي، فيلم وثائقي استطاب فيلم خصو يكون بجميع المعايير ديالو، سينو غادي نسميوه فلوغ. يعني لا دوراسيون ديال الفيديو ما تتعنيش الكاليتي ديال الدوكيومونتير. دونك هو لعب على الدوري، ولكن ما لعبش على المحتوى، خصو يكون واعر كيف الدوري. وندوز دابا لسبع مرحله اللي هي مرحله ديال البناء، مونتاج مزيان، موسيقى مزيانه حتى هي. وشفت واحد الحاجه اللي ضعيفه بزاف هي ما ركزش باش يستخدم واحد اللقطات اتيو، شي حاجه تايم لابس مثلا، سلايدرز ما داروش،
شي حوايج في الهواء ما كاينينش. ما دارش الارشيف، ما جبتش نهائيا الارشيف ديال الفيتنس، فهمتي؟ ما جبتش لنا داك الشيء القديم، فهمتوا؟ ديال ليستوار ديال الفيتنس ما كايناش. لي في اف اكس ما كاينينش، مؤثرات ساوند افكتس كاينينش بزاف. دونك ساعتين راني خصني ساعتين نسى راسي واش كنتفرج فيلم وثائقي ولا لا. دونك كاينين نقاط ضعف بزاف في الفيلم الوثائقي، وكا فيلم وثائقي مزيان، ولكن نقول لك عباس من هنايا الا خبرتي تصايب شي فيلم وثائقي استعن بيا، فهمتي؟ عيط ليا نقدر نفيدك بزاف. دونك دابا انت شنو درت يا عباس؟ السرد ديال الاحداث كاينين، فهمتي؟ ولكن ما ميكسيتيش بواحد الحاجه فيزوال اللي بنادم يشوفها. دونك درت جبتي بنادم هكا هي تيبكي من المعاناه مارك، اسلوب شويه هابط. علاش كنت نقول هاد الهضره؟ كون ما كانتش هاد البروموسيون كامله وهاد الغيط كامل، تتقول مثلا للناس انا يا خاسر 20 مليون في الدوكيومونتير. ما كايناش 20 مليون وما كايناش حتى 5000 درهم. مي بودجي ديال 20 مليون اين هو؟ حنا لا نرى. دونك انا من حقي انني نهضر بحال هكا. علاش؟ انا وشوف هاد الدراري، انا ما بغيتش نهبط من عباد ولا من الخدمه. انا عارف هاد الشيء فيه تماره وصعيب بزاف باش تصايب فيلم وثائقي. علاش؟ حيتاش بعض المرات، ماشي بعض المرات، في الغالب الاحيان تيكون فيلم وثائقي صعب ما انك تصايب فيلم. فيلم وثائقي ما ساهلش نهائيا كما تيصحاب الناس. دونك ولكن داك البروموسيون ودات انا بعدا بيرسونيلمون كنت كنتسنى شي حاجه احسن. عرفتوا الجائزه الدراري باش ربحتها؟ اقسم بالله تربحتها غير بالتليفون، مصور غير بالتليفون، ولكن جميع المعايير مطبقين. هادشي كامل اللي كنت كنقول لكم مطبقين في الدوكيومونتير. الصوت مزيان، الساوند افكتس مزيانين، في اف اكس مزيانين، كلشي مزيان. دونك باش تعرفوا هاد الحاجه خذوها من عندي، ماشي ضروري خصكم ماتيريال باش ديروا شي حاجه اللي واو، شي حاجه اللي اميزين، فهمتوا؟ تقدروا باي حاجه عندكم ديروا شي حاجه اللي. دونك انا تنشوف هبات عنده جميع الامكانيات، فهمتي؟ عنده بودجي، عنده ماتيريال، فهمتي؟ عنده الناس اللي يصوروا معاه، عنده بروموسيون زوينه. ولكن ما كناش كنتسناو هادشي هذا. فصراحه تفرج في ساعتين كنت باغي وقتاش نسالي سميتو. اما ملي كنتفرج انا في شي دوكيومونتير اللي عنده المعايير ديالو تنسى راسي انا واش كاين الوقت ولا لا، واش شي حاجه خصني نديرها، واش فيا الجوع، واش باغي نشرب. هكا خاصك تخلي المشاهد، هذا هو الفن ديال الفيلم الوثائقي. خاصك تخلي المشاهد اولا لي فان ديالك ملي يكونوا تيتفرجوا فيك بقاو دايرين بحال هكا، فهمتي؟ واو. اذا نبات اللي غادي نبغي نقول لك هو شكرا على المجهود ديالك، حيت انا عارف، انا شفت الدومين وعارف هادشي هذا ما ساهلش، خصنا نقدروه. ولكن ما كانش غادي مع فهمتي الاشهار اللي درتي لي. دونك كون كان شويه غادي كان بنادم غادي يقول واو زوين، واو احسن دوكيومونتير. مي اون فيريتي كيما قلتي احسن دوكيومونتير ماشي احسن دوكيومونتير، نقد نقيمو على واحد خمسه، فهمتي؟ خمسه على عشره. بغض النظر على كاين شي اخطاء، فهمتي؟ اللي مبغيتش نقولهم صراحه، بانوا لي انايا ولا الدومين. دونك ما بغيتش نقولهم. اللي نتمنى لك المزيد من التالق، وملي تبغي دير شي دوكيومونتير بالضبط انا معاك، انا معاك نقدر نعاونك بلا ما تبين كاع سميتي في سميتو. المهم نعاونك في هكا حيت تيعجبني الدومين وتنبغي نخدم هادشي هذا، ولكن ما تلقاش معاهم. لا نبغي نقول لك بيغ اب تو يو، داكشي اللي درتي راه ما ساهلش، مجهود كبير بالنسبه ليك. الدوكيومونتير باش يطلع واو، يطلع بنادم واو شوفوا يتلف، خاص ايكيب كبيره وخاص دي زارتيست يكونوا معاك باش تطلع شي حاجه اللي خطيره، شي تكون غاده مع الاشهار اللي درتي. ما درتيش بحال طوطو، دار بزاف الاشهار مي البوم ماشي اشرف جوج. نضحك الدراري شي اللي كاين. نتمنى يكون الدوكيومونتير اللي موراه زوين. الا كنت فيه انا كنت انا ما كاين والو حيت